الحاجه تمشوا للدار ونجيبوا تمشوا للحانوت ونجيبوا من فيه كدير 20 درهم فيها 22 قطعه. وي ماني طرف الدروج وكنحسب كرشي عرفتي اللي دايره او 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 يعني في الاول كيبان لك تحت غادي تكمل ولكن هو راه قاصح تي تي ها هو السلام كي دايرين مرحبا بكم في فيديو جديد غبرت المهم اعتذر عن الغبور غبرت لكم بزاف المهم نمشي نريح شي بلاصه باش نتكوانا المهم نريح باش نريح وصافي نريح بعدا وصافي احنا كنتمشاو دابا يلا جيت مشيت قضيت واحد الغرض مشيت قديت شي ورق في واحد المدرسه ديال اللغات من بعد غادي نمشي باقي نقاد شي ورق في اللغه ديال المدرسه تاع الموسيقى في اكادير ليكم دابا مع الفيديو تاع تلقاو شي بلاصه ندوب شويه ومرا غبار تسمح لي على الغبور بزاف واقف حدا شي حجاري مشيت قضيت واحد الغرض في واحد المهم قضيت واحد الغرض في واحد المدرسه كيف ما قلت لكم مشيت قديت شي ورق تماك وشحال هادي ما درت شي فيديو صراحه كنفكرش غندير هاد الفيديو هذا كنفكرش غادي ندير مع العلم انكم شفتوا لي مينياتور والعنوان غادي يكون فيه نديرو شي تحدي شبان لكم اوكي دير تحدي تاعش تحدي تاعش غادي نديرو يلا صافي لقيتها طش طش كنت حداك حتى انا غادي ندير كي بحال التحدي ديالك كيف ما قلت لكم غادي ندير واحد التحدي اللي غادي يكون شويه في الشكل المهم شي دراري دايزين شي دراري دايزين وصافي غادي ندير واحد التحدي اللي غادي يكون شويه في الشكل المهم غادي يكون شويه في الشكل التحدي هذا ديال ميلفي شحال ما دير تحدي تاع ميلفي وليني انا ما عمرني ما جربته يعني كيجيني داكشي ساهل كيجيني تحدي تاع ميلفي ساهل وليني كاين الاكثريه تاع الناس كيجيهم يعني صعيب مع العلم ان ميلفي كتقهم المهم مع العلم ان ميلفي كتقهم بوستيت لكم البارح كيف ما قلت لكم بوستيت لكم واحد الفيديو في انستغرام اولا ستوري بمناسبة اللي مازال ما مشترك عندي في الانستغرام غادي تدخل هذا هو الانستغرام ديالي غادي تشترك وغادي تابون عندي في لاشي اللي مازال ما ابوني وديروا لايك باش انفيتو الناس لاخر دابا راه مشيت قديت داكشي غادي نمشي دابا للحانوت باش نمشي نجيب لكم المهم نمشيو نتقداو الباكيه تاع ميلفي كيف ما شفتوا غادي ندير في لامينياتور تحدي اكل 50 قطعه مع العلم انه غادي يكون 22 قطعه خليكم تمشوا للدار ومشوا للحانوت هو الاول باش نجيبوا ميلفي ونمشيو ثاني للدار تمشوا للدار ونجيبوا تمشوا للحانوت ونجيبوا ميلفي كدير 20 درهم فيها 22 قطعه خليكم على فيديو قبل ما نمشيو خليكم باش نوريكم هذه المنطقه هذه فاش جالس صراحه كيعجبني نبقى نصور كيف بحال هنا كيف بحال هنا كيعجبني نبقى نصور فيه صراحه الكارم ويا سلام خليكم بعدا تكتشفوا البلاصه كي دايره او 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 شوفوا هنا 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 شو هاد اللعيبه هادشي واه نمشيو ديريكت للحانوت درك 22 قطعة ليكم على الفيديو تلاقاو البيت 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 صافي هو من بعد ما قضيت لكم اول ميكرو ما تديوش على هذا الظل هذا لان هذا اضاءه المهم الميكرو ما كيبانش من بعد ما مشيت قضيت غراض ديالي ما بغيتش نصور لكم في البلاصه فاش كنصور فيديوهات دائما المهم بوستيت لكم البارح واحد كيف ما قلت لكم في الاول بوستيت لكم البارح واحد ستوري في الانستغرام قلت لكم شبيتو واش تحدي ولا فلوغ شي كيكتب تحدي شي كيكتب فلوغ المهم الفيديو تاع اليوم اكل 22 قطعه مع العلم انكم شتو 50 قطعه في لامينيتير ولكن ماشي مشكل المهم كيف ما قلت لكم في الاول تاع الفيديو اللي مازال ما مشترك يشترك في القناه فعل الجرس
باش يوصلك كاع الجديد ديالي في الثانيه الاولى. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو، قولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، نكمل في التحديات ولا لا. وما تنساوش تقولوا يعني قولوا لي التحديات اللي بغيتو ندير من هنا لقدام في لي كومونتير، يعني بانوا بزاف تاع التحديات في لي كومونتير. اكل 22 قطعه، ها هي باكيه، المهم هي الا كتبان لكم كامله. اكل 22 قطعه، عرفت التحدي واش صعيب حيت اكثر يا ما كيكملوش هذا الشيء. وهذا التحدي كنداروا طشطش تحيه لي من هذا الفيديو هذا، المهم راه كنعرف بلي كيتفرج في الفيديوهات ديالي الصديق ديالي. المهم غادي تلقاو والله شنو ديالو في، المهم راه درت معاه واحد الفيديو اللي قبل من، المهم واحد الفيديو درته معاه تاع البحر فاش صونينا على البوليس. نبداو لكم التحدي. المهم التحدي غادي يكون شويه في شكل، اول مره غادي نجرب التحدي تاع الاكل، مع العلم انني جربته شحال هادي تاع التاكوس ولكن مسحته ما عجبنيش حيت كان فيه واحد الاغنيه. المهم شي تخربيق وصافي. نبداو في التحدي ديالنا. كنت مع الكش مع لي يلا ما قديت هادشي. المهم هي الاولى، نبداو في التحدي. سقط كاع هي الاولى. يعني في الاول كيبان لك تحت غادي تكمل ولكن هو راه قاصح. هادشي راه مازال ما جربتو، يلا بنجرب نجرب مازال ما جربتو. واحدة كلينا، جوج، تالتة كليت، أربعة دابا. بديت كندقهم مازال ما بديت، كيبان لك في الاول بلي انهم غادي تاكلهم كاملهم ياك، يعني من التجربه تما فاش كيكون داكشي صعيب. اعتذر الى مشات الاضاءه الاولى، المهم راه الاضاءه الاولى مشات ليا، اعتذر الى مشات حيت الديشارجا السلسله صعيب صراحه. زعما ضربنا الطنس وكنحسب كرشي عرفتي دي دايره. المهم اللي بغاني ندير معاه شي تحدي اتواصل معايا على الانستغرام، مرحبا به في اي وقت يا فما كان تحدي كلشي على حسابي بلا ما تفكر في داك الشيء فاش كان المهم بلا ما تفكر في داك سميتو المصاريف وداك الشيء. عرفتي الخوت كنحسب كرشي كنا كاع حاملين هادي الماء. انا غادي نحبس صراحة نشوف. المهم خليت النص. الناس اللي كيقولوا بلي ان غادي ناكل الباكيه تاع ميت في بوحدي، المهم الا كان عندك الا كنت نيت صحاح وكذا كل كنأكل لك انك غادي تاكل، لاني بهاد الفورما ما غاديش تاكل. صعيب، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر، كليت 11 وحدة بزز وكرشي عرفتي كي كنحس بيها. المهم هادشي اللي كاين في الفيديو، تسنى باش نكمل لكم الفيديو تاع اليوم مقدرتش نكمل. هادشي اللي شاطر الخوت، هادشي غنعطي لخويا الصغير ولا شي واحد المهم ياكلوه. كيف ما شفتوا بارطاجيت معكم هادشي هذا، هاد التحدي هذا اللي قلتو ليا. كنتمنى التحدي ديالي ما يعجبكم، قولوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. اللي بغاني ندير مع شي تحدي قولوا لي في الانستغرام، غادي تلقاوه في الديسكريبسيون. المهم الفيديو تاع اليوم كان شويه خفيف ظريف، ما كنتش معول نخرج لشي بلاصه ولا شي حاجه، مع ذلك انه كيتحسب حتى هو فلوق مخلط. المهم فيديو مخلط وصافي، حيت بارطاجيت معكم في ستوري في الانستغرام واش بيتو تشالنج او لا فلوق شي المهم 46% صوتات على تشالنج و 54% صوتات على فلوق. هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. ما تنساوش لايك سبسكرايب للقناه، بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم معايا كيف ما كان بطبيعه الحال. عندكم شي راي ولا شي اقتراح قولوا لي في لي كومونتير. نشوفكم ثاني فيديو جديد ان شاء الله ولا في فلوغ جديد ان شاء الله. تهلاو.